نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأنباء عن تأجيل التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي في محافظة بورسعيد، مؤكدا أن التطبيق سيبدأ في موعده الأول من سبتمبر بعد نجاح التشغيل التجريبي للمنظومة والذي بدأ في يوليو الماضي. وحسب القانون سيغطي التأمين الصحي الشامل كامل الجمهورية على 6 مراحل تنتهي عام 2032، كما نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بتحديد الفئات المعفاة من دفع اشتراك التأمين وتشكيل لجنة دائمة لمراجعة طلبات التسجيل بقوائم غير القادرين. نشاهد المزيد من التفاصيل. بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء سابقا. أهلا بك معايا دكتور خالد. وفي البداية كده بشكل عام، يعني يا فندم، إلى أي مدى بتقيم نجاح المنظومة حتى الآن، وهل بتأهلنا بالفعل إن احنا نبدأ بشكل كامل في سبتمبر القادم؟ هو طبعا المنظومة ما زالت في دور ابتدائي، يعني لا نستطيع تقييمه أو تسميته نجاح أو فشل. المفروض طبعا أن التأمين الصحي كان يبدأ في 1 يوليو 2018 وتم تأجيله عدة مرات، ثم قيل أننا سنبدأ تشغيل تجريبي في 1 يوليو الماضي وسنبدأ التشغيل الحقيقي في 1/9. حتى الآن إحنا بنرصد طبعا كجهات محايدة بعض علامات الاستفهام. جوهر التأمين الصحي كان قانون التأمين الصحي كان إن هيئات التأمين الصحي الثلاث، سواء هيئة الجودة أو الرعاية الصحية أو الهيئة المالية اللي هي التأمين الصحي الجديد، المفروض إن هي تكون منفصلة تماما عن وزارة الصحة. ما زالت وزارة الصحة تسيطر تماما على الموضوع. طالما وزارة الصحة بتسيطر على التأمين الصحي فالسياسة بتتدخل وبتبقى الحكم غير محايد، لأنه طبعا لازم يكون في الوزير لازم يظهر إن هو عنده إنجازات أمام القيادة الأعلى، فمش هيقول إن هو ما شغال كويس أو في مشاكل. ما رصدناه أن التطبيق حتى الآن ليس تطبيق جدي، لم يتم خصم اشتراكات من أي مواطن في بورسعيد حتى الآن، غير معروف حتى الآن ما هي الميزانية الحقيقية، وغير معروف حتى الآن ما تم، يعني من فترة أعلنوا أن هم سجلوا حوالي 30% من المستهدف. طبعا مستحيل أن هو يبدأ التأمين الصحي قبل التسجيل، لأن التسجيل مش بس عشان تسجيل المرضى وحصولهم على أوراق ثبوتية أو بطاقات ذكية يستطيعون أن يتلقوا الخدمة بها، ولكن الأهم هو معرفة التمويل، مقدار التمويل الذي سيحصل عليه النظام، وعلى أساس هذا يمكن تقدير يعني إمكانية النظام للاستمرار. الجزء الأهم أنه لم يتم حتى الآن حساب تكلفة عادلة للخدمة، لا يعرف حتى الآن تكلفة الخدمة. موضوع طبعا القوى البشرية فيه مشكلة كبيرة جدا جدا. الوزارة يعني أعلنت عن عقود لعمل الأطباء في التأمين الصحي، لكن العقود كانت سيئة للغاية، بنودها سيئة، عقود مؤقتة لمدة 3 أشهر. أكثر من يعني حوالي 80% من أجر الطبيب يمكن خصمه دون تحقيق، يعني حاجات لا تشجع الأطباء. وحتى المبلغ الموجود هو مبلغ جيد ربما بالنسبة للنواب، لكنه طبعا لا يكفي أبدا لعمل أخصائي عمل كامل وعدم عمله في جهة أخرى. يعني بس دكتور خالد، حضرتك ذكرت كل المشاكل دي، وهو أصلا المفروض البدء الفعلي خلاص هيبتدي 1 سبتمبر، ده اللي هو بعد بكرة. أنا يعني بس عايز أقول كمان أن من ناحية المرضى، وهي الناحية الأهم بقى متلقي الخدمة، هناك شكاوى من المرضى أنه لم يلمسوا تغيير في الخدمات حتى الآن، وأن الأدوية اللي بيتلقوها هي نفس الأدوية اللي كانوا بيتلقوها قبل كده من المستشفيات، وإن لم يحدث حتى الآن تعاقد مع صيدليات أو صرف أدوية كما تم وعدهم. يعني هي الأصناف اللي كانت موجودة بيتم صرفها فقط، ما تغير هو اللي هو الكيس الذي يعطى عليه طابع
أو شعار التأمين الصحي الشامل الجديد. فإذا هناك مشاكل فعلية موجودة للأسف الشديد. برضو يعني تدخل السياسة في الموضوع، إحنا عندنا مشكلة في مصر أن عبر عشرات السنين كان أهم أسباب تدهور الخدمات في مصر خاصة الصحة والتعليم هو تدخل السياسة واستخدام الصحة والتعليم كأدوات سياسية لمخاطبة الشعب ومداعبته بالمجانية وبتوافر الخدمات وكل ذلك، دون عمل دراسات جدوى حقيقية وإعداد التمويل الحقيقي اللازم لتقديم الخدمة الصحية. وما يبدو حتى الآن هو استمرار تلك السياسة واستمرار وزارة الصحة في السيطرة على هيئات التأمين الصحي واستمرار الوعود غير الواقعية التي لا نرى لها صدى على الأرض. طب دكتور خالد، هل عندك أي علم إذا كانت نقابة الأطباء تواصلت مع زي ما احنا ما بنقول مع الجهات السياسية في الدولة، مع وزارة الصحة، وعرضت عليها المشاكل دي وتناقشوا فيها، ولا ما فيش تواصل ما لا، بينهم؟ المشاكل كلنا يعني كلمنا كل اللي نعرفهم وكتبنا في هذا الموضوع ونشرنا، وشكاوى المرضى موجوده وعلى صفحات التواصل الاجتماعي. الحقيقه التواصل بين نقابه الاطباء والجهات التنفيذيه متوقف بقاله فتره طويله، يعني هناك ثقه مفقوده بين الجانبين. وطبعا الاحوال دلوقتي قبل شهر من انتخابات النقابه بتكون هناك حاله ترقب، هل سيستمر التيار الموجود حاليا اللي هو تيار بلا حقوق الموجود حاليا في نقابه الاطباء والمسيطر سيطره كامله على مجلس النقابه، أم ستأتي يعني الانتخابات القادمة بتغيير في تشكيلة المجلس لإحداث توازن أكثر يمكن معه إحداث حركة في سواء العلاقة بين النقابة والجهات التنفيذية أو حتى العلاقة بين النقابة والأطباء وتحرك النقابة طيب، بشكل واقعي مع قضايا طب دكتور الأطباء. خالد، المجلس كمان مجلس الوزراء كان اعلن 6 فئات قال ان هم معفاء من الاشتراك، من دفع الاشتراك. الحقيقه بعض من الفئات كان شويه المصطلحات فضفاضه، يعني بيقولوا الافراد ذوي الدخول المحدوده. هل عندكم انتم كاطباء تخيل ازاي نكون المستحقين او غير المستحقين محكمين بشكل افضل من كده؟ هو حصلت طبعا نقاشات كثيرة، مع زي ما بقول لحضرتك هذه إحدى علامات التدخل السياسي أو استخدام الموضوع استخداما سياسيا. هناك مخاطبة لود المواطنين دون تحديد يعني الصيغة أو الأعداد الذي ستعفى. حصلت عند كتابة قانون التأمين الصحي وقبل خروجه من مجلس النواب نقاشات حول من الذي سيعفى وكلمة غير القادرين، وتم تحديد جهات معينة هي وزارة الوالية ووزارة التضامن الاجتماعي كجهات أساسية في تحديد من هو غير القادر. وحتى الآن لم يتم رصد يعني مبلغ معين للأسرة تحته، هل ستستخدم هيستخدم ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وما أصدره من أرقام تشير إلى أن حوالي 34% من الشعب المصري تحت خط الفقر، فهذه الأسر كلها سيتم يعني توفير يعني عدم اخذ اشتراكات منها. ده اول سؤال. السؤال الثاني، لو ما اخذتش اشتراكات من اعداد كبيره من المواطنين، هل ستقوم الدوله بدفع الاشتراكات كما هو موجود من القانون، ام سيتكرر ما حدث من قبل هو وعد المواطنين بان هناك علاج مجاني مع عدم وجود تمويل من الموازنه العامه مقابل هذا العلاج لتوفير تكلفه هذا العلاج الذي يوعد به المواطنين، وتستمر الخدمة في التدهور. ما هي المعضلة الأساسية في الصحة في مصر هي معضلة مالية بالأساس. ده حتى كده المشكلة هيتدهور الخدمة حتى بالنسبة للي بيدفع، يعني مش مسألة اللي مش بيدفع فقط. ما هو تحميل الخدمات بأعداد كبيرة جدا جدا عن طريق قرارات سياسية. التأمين الصحي في مصر بدأ في الستينات وكان جيدا جدا لموظف الدولة، ثم بدأت القرارات السياسية بضم فئات كبيرة بملايين بل أعداد بالملايين، الأطفال ما دون سن المدرسة، الأطفال في المدارس، دون وجود اي تمويل لتلك الاعداد والفلاحين والمعيله. يعني نظريا التامين الصحي يغطي حاليا في مصر حوالي 60 مليون مواطن، لكنه فعليا المستفيدين بالتامين الصحي بضعه ملايين، ربما من 7 ل 8 ملايين مواطن اللي هم مرضى الامراض المزمنه واللي بيحتاجوا جراحات او اشياء. والتامين الصحي على فكره بيقدم خدمات جيده جدا في حدود إمكانياته الموجودة حاليا، يعني ميزانيته حوالي 12 مليار جنيه ما يقدرش إن هو يعالج بيها 60 مليون مواطن، لكنه للعدد البسيط اللي بيقدر يوصل مع الضغط ومع طبعا عدم توفر الأدوية وعدم قوائم الانتظار وغيره
بيقدم خدمات جيدة جدا جدا بالنسبة لهذا المبلغ. إنما المطلوب لعلاج 100 مليون مواطن حوالي 500 مليار جنيه على الأقل، و500 مليار جنيه ده يعني الموازنة العامة المصرية حوالي 1500 مليار جنيه، نصفها تقريبا يذهب لخدمة الدين، المتبقي منها يعتبر يعني مبلغ لا يكفي الصحة والتعليم إذا أردنا أن نقدم ده خدمات مجانية الصحة بتاخد للمواطن. كام؟ 94 تقريبا مليار، بتاخد بحدود حوالي دي 90 مليار، 90 مليار. والتعليم والتعليم والوزيرة كانت يعني وزير التعليم برضو كذلك، كانوا بيتخانقوا على 10 مليار. يعني مش حضرتك بتقول ان احنا عشان نعمل التأمين الصحي بهذا الشكل محتاجين 500 مليار؟ يعني طبعا برضو رقم احنا مهول. مش عايزين، احنا طبعا بنحاول ان احنا نوعي الحكومه وبننقد تصرفاتها، لكن طبعا الوزراء يعني مربوط ايديهم، يعني ما هو محتاج اموال، والاموال الماليه والماليه اصلا ما عندهاش، يعني الموازنه العامه كلها 1500 وهناك خدمه دين بتاكل نص الموازنه، فالموازنه الحقيقيه ربما تكون 750 800، وال 750 800 مليار دول قيمتهم الحقيقيه حوالي 300 مليار من قبل خفض قيمه الجنيه. يعني احنا الوضع بالنسبه للموازنه العامه هو وضع غير جيد، الوزراء لا يستطيعون طبعا حل هذا الموضوع، ولحل هذا الموضوع يجب ان نلجا للاساس وهي موارد الدوله، يجب ان نركز على الانتاج والله وعلى الموضوع كبير التصنيع وعلى دكتور خالد، التصدير حتى يكون هناك موازنه جيده نستطيع منها تحقيق هدفنا. بنشكرك. شكرا ليك الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء سابقا، شرفتنا يا دكتور خالد.